وعندي مسلسل تاني كده سنيك بيك بعدين. لوك تحفة خطف أنظرنا كلنا، كلميني عن اللوك. شكرا. الدريس سامو هجرس، مستوحى من الحضارة المصرية ومكتوب هنا مصر الجميلة. موضوع عائلي كنت لسه بنحكي، سمعنا فيه جزء ثالث مظبوط؟ ان شاء الله بإذن الله. عندك حاجة في رمضان؟ عندي ان شاء الله بإذن الله مسلسل للأذكياء فقط، وعندي مسلسل تاني كده سنيك بيك بعدين. مع مين طيب؟ الأذكياء فقط طيب مع مين؟ مع حمدي المرغني وكريم عفيفي. مسرح قريب كمان؟ انا كنت في مسرح حقيقي، وان شاء الله هنكمل مسرح في جدة باذن الله وفي المملكة.